نشاط الأخبار الرئيسة، تحية لكم والسلام عليكم. إليكم أبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جايشي، وبحث فرص ترقية التعاون الثنائي في صلب اللقاء. رئيس الجمهورية يؤكد أن التغيير المنشود يستمد قوته من أصالة الشعب وثوابته ومرتكزاته، مبرزا أن تزكية مشروع تعديل الدستور ستمكن من وضع أسس الجزائر الجديدة، في ثالث زيارة له أمس إلى مقر وزارة الدفاع الوطني. إجلاء 4 مصابين جراء حادث تسرب الغاز بالبيض على متن مروحيتين للحماية المدنية نحو العاصمة. ووزير الداخلية يسدي تعليمات بالتكفل بالعائلات المتضررة، ويأمر بفتح تحقيق فوري لتحديد الأسباب والمسؤوليات. ظاهرة الاختطاف بين تنامي الجريمة والإرادة القوية للدولة في تسليط أقصى العقوبات على هذا النوع من الجرائم. ووزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زغماتي ضيف النشرة الرئيسة. ضرورة هيكلة الجمعيات الفاعلة وإشراكها في بناء الجزائر الجديدة ضمن اللقاء التشاوري لمستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج مع فعاليات المجتمع المدني لغردايا. وفي اليوم الخامس من الحملة الاستفتائية تثمين لمضامين الوثيقة ودعوة للمشاركة بقوة في هذا الموعد الهام. تفاصيل الأخبار، أهلا بكم. في المستهل استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم بمقر رئاسة الجمهورية استقبل عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني السيد يانغ جايشي، الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر تدوم يومين على رأس وفد هام. اللقاء كان فرصة للجانبين لتقييم علاقات التعاون وبحث فرص ترقيتها وتطويرها، لا سيما في المجالات الاقتصادية. كما تم التباحث حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مواصلة التنسيق والتضامن بين البلدين في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19. حضر اللقاء عن الجانب الجزائري السادة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، وزير الشؤون الخارجية، وزير المالية، وزير الأشغال العمومية، وزير النقل. وعن الجانب الصيني سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر ورئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية. استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جايشي، الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر على رأس وفد هام في إطار الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين بهدف تعزيز وترقية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين. هذا وقد شكلت هذه اللقاءات مناسبة لتقييم التعاون بين البلدين اللذين تربطهما صداقة تاريخية وعلاقات تعاون متينة تم الارتقاء بها سنة 2014 إلى شراكة استراتيجية شاملة، وكذا بحث فرص تطويرها في إطار المبادرة الصينية الحزام والطريق، خاصة بعد انضمام الجزائر إليها في سبتمبر 2018. وفي هذا الإطار استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي لا سيما في المجالات الاقتصادية وفي مقدمتها الهياكل والمنشآت القاعدية، الأشغال العمومية والنقل والتجارة والاستثمار، وكذا في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة والتكوين المهني. اللقاء سمح ببحث العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وبالمناسبة تم التوقيع على اتفاق للتعاون الاقتصادي والتقني بين الجزائر والوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية. تقضي الاتفاقية بتمويل مشاريع التعاون بين البلدين، وهي الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الجزائري الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية
شكيب رشيد جايد، وعن الجانب الصيني رئيس الوكالة وان تشياو تاو. أكد أمس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون في ثالث زيارة له إلى مقر وزارة الدفاع الوطني، أكد أن التغيير المنشود يستمد قوته من أصالة الشعب وثوابته ومرتكزاته، مشيدا بالدور الكبير للجيش الوطني الشعبي في حماية الحراك المبارك الأصيل، حيث أعطى درسا في احترام الدستور وقوانين الجمهورية والديمقراطية. السيد الرئيس وفي خطابه أمام إطارات ومستخدمي الجيش أكد أن تزكية الشعب للمشروع مشروع تعديل الدستور ستمكن من وضع أسس الجزائر الجديدة. المزيد مع وليد زروق. زيارة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون إلى مقر وزارة الدفاع سنة حميدة تجمع بين القائد الأعلى للقوات المسلحة بإطارات الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني. ففي لقاء هام اتضحت فيه معالم الجزائر الجديدة ودور كل مؤسسة دستورية فيها، خطوط عريضة رسمها خطاب السيد الرئيس والذي حمل رسائل عدة. التغيير المنشود يستمد قوته من أصالة الشعب وثوابته ومرتكزاته، وتزكية الشعب للتعديل الدستوري المعروض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل سيمكن من وضع أسس الجزائر الجديدة بكل ديمقراطية وحرية. جزائر جديدة عمادها السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية تطبيقا لمبادئ بيان أول نوفمبر ووصية الشهداء، وصية ينبغي احترامها ليحمل هذا المشروع في صفحاته دسترة بيان أول نوفمبر، وهو ما يثير حفيظة بعض المنزعجين. وإذا ابتعدنا عن بيان أول نوفمبر ذهبت ريحنا. كلمة أبرزت الدور الكبير للجيش في حماية الحراك المبارك على مدى شهور وشهور بالتنسيق مع المصالح الأمنية في تجربة فريدة من نوعها أدهشت العدو قبل الصديق. هذا الجيش سليل جيش التحرير الوطني يملك من التجارب والخبرات التي اكتسبها في مراحل عدة وظروف قاسية، وتكيفه الإيجابي مع مستجدات العصر العلمية والتكنولوجية قادر على أن يؤدي الأمانة ويصون الوديعة في مستوى الثقة التي وشحه بها شعبنا العظيم. واجتازت الجزائر مطبات كثيرة وانتصرت عليها، إلى أننا لم نصل بعد إلى بر الأمان، فالمتربصون لن يتوقفوا، خصوصا على حدود الجزائر التي تحولت إلى مسرح للصراعات الدولية وهي تعنينا بشكل مباشر. وبهذا الصدد تواصل الجزائر بمكانتها الاستراتيجية وثقلها الإقليمي مساعيها الدائمة لمساعدة الأشقاء في ليبيا من أجل إيجاد حلول سياسية سلمية لا تكون إلا بتنظيم انتخابات تفرز مؤسسات سيادية بعيدة عن التدخلات والصراعات الدولية التي ستؤزم المنطقة أكثر فأكثر. كما تتابع الجزائر عن كثب تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في الشقيقة مالي الذي يعتبر استقرارها دعما لأمننا الاستراتيجي والقومي، ركيزته اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر، وهو الحل الأمثل والدائم لإنهاء الخلاف بين الفرقاء الماليين الأشقاء. وعن أم القضايا جدد السيد الرئيس الدعم الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وكفاحه لاسترجاع أرضه المسلوبة، ليجدد الدعوة لتطبيق قرارات مجلس الأمن بخصوص ملف الصحراء الغربية لإجراء استفتاء تقرير المصير المؤجل منذ نحو 3 عقود. رئيس الجمهورية وفي كلمته أكد التزامه مواصلة تحقيق نماء شامل بداية بتحرير المبادرات الاقتصادية على كافة الأصعدة وتقديم الشباب كحجر زاوية في اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وهو يتحين هذه الفرصة لإثبات الذات وتفجير قدراته. وفي خضم هذه الزيارة ترأس رئيس الجمهورية جلسة عمل استهلت بكلمة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
الذي أكد أن الموعد المقبل للاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور لن يكون كسائر الأيام، بل هو يوم انتصار آخر للشعب الجزائري. كما اعتبر السيد الفريق زيارة السيد الرئيس الثالثة لمقر وزارة الدفاع الوطني دليل على الاهتمام الخاص الذي يوليه للجيش الوطني الشعبي ولمستخدميه بكل فئاتهم. بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وقف أمس وزير الداخلية والجامعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد عند الخسائر التي خلفها الحادث الأليم الذي تسبب فيه تسرب الغاز بمدينة البيض وأودى بحياة 6 أشخاص رحمهم الله وإصابة آخرين، كما تفقد ظروف التكفل بالمصابين على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف بالبيض. كمال بجود أعطى تعليمات للتكفل بالعائلات المنكوبة وأمر مصالح الأمن أمرها بفتح تحقيق فوري معمق لتحديد الأسباب والمسؤوليات. عن كثب محمد بخدة. وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، وبعد وقوفه على حجم الخسائر التي سببها انفجار أنبوب الغاز بوسط بلدية البيض، رفقة وزير الصحة انتقل إلى مستشفى محمد بوضياف للاطلاع على ظروف التكفل بالجرحى. باسم السيد الرئيس لنعزي عائلات الضحايا، ربي يرحمهم ويوسع عليهم، وكذلك لكي نقف مع الجرحى حتى نرى كيف نساعدهم. طبعا كنت معنا في الحي، وكان غليان من طرف الكثير من المواطنين، ونحن نتفهم هذه الوضعية. الحادثة وقعت من طرف مقاولة التي تم اختيارها من طرف البلدية لإنجاز قنوات صرف المياه. التحقيق المعمق سوف يحدد كل مسؤولية في هذا النوع، وطبعا العدالة سوف تتخذ مجراها. 6 ضحايا اللي راحوا دي بليسي 16 بليسي، هذا اكوز دون نيورونس تاع بعض الاطراف او كثير من الاطراف، وسوف التحقيق طبعا يستخرج كل النتائج اللازمه. ومن اجل التكفل الامثل بالحالات الحرجه تم نقلهم على متن مروحيات الحمايه المدنيه الى مستشفيات العاصمه ووهران. انفجار كان بقى أدى بحياة بنيتي وجواريني ثاني الله يرحمهم، وعندنا هذو اللي راهم قاعدوا مجاريح بعدهم محروقين. حنا نطلبوا من السلطات كما نقولوا تدخل وتوقف معنا في هذا ويدهم المكان اللي نظن يعالجوا فيه مليح. إثر ذلك التقى عائلات الضحايا وممثلين عن سكان الحي الذين طالبوا بضرورة التكفل بانشغالاتهم. المرافق العموميه ما كانش، ما عندنا استادات من جهتنا، ما عندنا ديماتيكو من جهتنا، ما عندنا صال دو سبور من جهتنا، والو. الطرق شفتهم نتايا، شفتهم بعينك، شفت فايت الطرق. هنا كاين القلي راه ما عندهاش باش يدير تحاليل ولا يدير سكانر ما عندناش في الولايه، ما عندنا مخبر تحاليل. حنا القلي راه يهز المريض نتاعه وروح يكري ويروح بالعباس ولا الوهران. بالنسبه للمباني اللي تضرت، الخلية اللي نصبها سيد الوالي المكونة من CTC والمصالح التقنية لازم يبشروا فورا أعمالهم ويعطيونا بدقة واش كاين، والدولة طبعا سوف تتدخل إذا كان باش المواطن اللي ينضر يسكن ما في حتى مشكل، إذا كان لازم إعانة مالية ما كان حتى مشكل. بدأ بي أنا في أقرب وقت الأشغال هذه تنتهي وتعطيونا الأرقام الرسمية. نعم 6 وفيات 16 جريح، شفت أنا منازل اللي انهارت كليا، وشفت منازل اللي تقاست جزئيا. واللجنة هذه لازم تخدم مع ممثلي الأحياء، تكونوا حاضرين معهم حتى ترافقوهم كما ديتوني مقبل منزل منزل، لازم ترافقوهم باش ما نغلطوا في حتى واحد وما نظلموا في حتى واحد. وفي الأخير وعد السيد الوزير بزيارة واسعة لبعض بلديات الولاية والتكفل بمشاكل السكان بهدف تحسين الإطار المعيشي.
هذا وحطت صباح اليوم بمطار هواري بومدين مروحية تابعة للمجموعة الجوية للحماية المدنية على متنها مصابين، وتم قبل هذه العملية جاء مصابين آخرين عبر مروحية حطت بالوحدة الرئيسة لزميرلي، حيث تم تحويل المصابين إلى مستشفى دويرة للحروق. متابعة لطاهر منجور. Whiskey Fox, please give me your position and the situation. Whiskey Fox, sir, we are approaching منتصف الليل، فريق مركز المجموعة الجوية للحماية المدنية بمطار هواري بومدين يتابع عن كتب حالة كل من فارس 4 سنوات وأسماء 26 سنة، وهم في الجو على متن مروحية قادمة من مدينة البيض. المروحية حطت بالمطار على الساعة 1 صباحا. الطبيب المرافق طمأننا على صحة فارس وحالة أسماء الحرجة. كل الوسائل سخرت على مستوى المجموعة الجوية للحماية المدنية لنقل وإسعاف الجرحى. وصلت المروحية الأولى، تم إجلاء ضحايا المصابين، حطت بالوحدة الرئيسية لزميرلي وتم تحويلهم إلى مستشفى الدويرة الخاص للمحروقين. المروحية الثانية تم تحويل ضحيتين في عين المكان إلى مستوى مطار هواري بومدين الوحدة الجوية، حيث سخرنا 3 سيارات إسعاف كانوا في عين المكان هنا بواسطة أطباء وطاقم طبي مخصص لهذا الشأن، والحمد لله الضحيتين وصلوا على قيد الحياة. مركز المجموعة الجوية لحماية المدنية بمطار هواري بومدين سخر مروحيات أخرى استعدادا لكل طارئ لنقل المصابين ذوي الحالات الحرجة من مدينة البيض إلى مراكز ومستشفيات الجامعية بالجزائر العاصمة. هذا إذن عن المصابين، شفاهم الله. وفي جو مهيب شيعت اليوم جنازة ضحايا التسرب الغازي، هذا بحضور الوفد الوزاري والسلطات المدنية والعسكرية لولاية البيض، إلى جانب عائلات الضحايا وجمع غفير من المواطنين. وبهذه المناسبة جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود جدد تعازي رئيس الجمهورية وكافة الشعب الجزائري لعائلات الضحايا رحمهم الله. في منحى تصاعدي مخيف تنامت في السنوات الأخيرة ظاهرة الاختطاف، حيث أمر رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء أمر بتسليط أقصى العقوبات على هذا النوع من الجرائم التي هزت أسس وقيم المجتمع الجزائري. سهام موسى رزوق تفصل. منحى تصاعدي شهدته ظاهرة الاختطاف في الأيام الأخيرة، حيث تم تسجيل وفاة 3 ضحايا من العاصمة تمرست وسطيف، ليصل عدد الحالات إلى قرابة 15 حالة. دوافع الاختطاف هاته تكمن أسبابها ما بين المطالبة بفدية من الأهل وما بين تجارة الأعضاء أو لتصفية حسابات أو أمراض وعقد نفسية. من هنا جاء التأكيد على التزام الدولة بحماية المواطن وتعزيز العدالة وسلطان القانون، حيث أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء الأخير بفرض أقصى العقوبات ضد مرتكبي جرائم اختطاف الأشخاص، مع عدم تخفيفها أو الاستفادة من العفو مهما كانت أسبابها وخلفيات الاختطاف. الدولة تلتزم اليوم لحماية المواطن من هذه الظاهرة الغريبة عن المجتمع الجزائري. للتفصيل ضيف ونشرتي الرئيسة وزير العدل حافظ الختام بالقاسم زغماتي، أهلا بك. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. سيد الوزير، تأكيد في مجلس الوزراء الأخير على حماية الدولة أو التأكيد على التزام الدولة لحماية المواطنين وتعزيز العدالة. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمر بفرض أقصى العقوبات. عندما تحدث عن ظاهرة الاختطاف، هذه الظاهرة التي أخذت أبعاد خطيرة وكبيرة، السؤال الذي نطرحه بداية، تنامي الظاهرة
والبعد الخطير لهذه الظاهرة، كيف واكبت المنظومة التشريعية والقانونية، أو خلينا نقول كيف تصدت المنظومة التشريعية والقانونية لهذه الظاهرة؟ شكرا. بداية من المفيد أن نذكر أن جريمة الاختطاف تعتبر من أخطر الجرائم التي زمنت الإنسانية عبر التاريخ، ولجريمة الاختطاف أثار وخيمة على المجتمع وعلى الفرد وعلى الأسرة، نظرا لما تخلفه من رعب وخوف في نفس الأشخاص والأسر. وللتصدي لمثل هذه الجرائم التي هي في الحقيقة دخيلة على مجتمعنا الجزائري وغير مألوفة وغير معروفة بحكم تقاليدنا وثقافتنا وكذلك ديننا الحنيف، وللتصدي لهذه الجريمة الخطيرة جدا كان من الضروري التفكير في إيجاد إطار تشريعي عام ومحكم للتصدي لهذه الظاهرة، سواء لكي نتقي المجتمع منها وفي حالة ما حدثت التصدي لها بكل حزم. ومشروع القانون الذي صدق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير جاء بمقاربة شاملة، إذ فيه شقين، الأول يتعلق بالوقاية من جريمة الاختطاف، والثاني يتعلق بالتجريم وبردع هذا النوع من الجرائم. تحدث سيد الوزير عن جانب المتعلق بالوقاية، خلينا نتحدث الآن عن الجانب الردعي. نعم، قبل ما نمشي للردع ماذا بيا كلمة قصيرة فيما يتعلق بالوقاية. تفضل سيد الوزير. فالقانون ينص على أن الدولة تتولى وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف، وفي هذا الإطار فكل الفاعلين في المجتمع لديهم دور يلعبوه في هذا الإطار، بدءا من الأسرة ثم المدرسة ثم الإعلام ثم المجتمع المدني ثم الجماعات المحلية إلى غاية الوصول إلى الدولة. إذن كل هذه الفاعلين لديهم دور يلعبونه في هذا المجال، والمجال الوقاية من هذه الجريمة كما قلت. الآن نرجع إلى سؤالكم فيما يتعلق بالردع أو بالتجريم. فالقانون هنا جاء بتدابير رادعة وبتدابير مشددة في هذا المجال. فأولا كل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون هي عقوبات جنائية، هي عقوبات جنائية، محكوم للعقوبة المفروضة هنا هي عقوبات جنائية تتراوح من 10 سنوات حبس إلى 20 سنة حبس في حالة ما إذا وقع الاختطاف ثم أطلق سراح الضحية في مهلة 10 أيام، بينما القانون الحالي يقول مدة شهر. إذن هنا نرى أن المشرع حاول أن يشدد من هذه الجريمة من هذه العقوبة، وإذا وقع أو أطلق سراح الضحية في خلال 10 أيام ولم يتعرض لأي عنف أو أذى ولم يكن طفلا فالعقوبة تكون المقررة تكون من 10 سنوات إلى 20 سنة. أما إذا الشخص المختطف احتجز كرهينة أو استعمل العنف في اختطافه و وقع طلق سراحه في مهلة 10 أيام، فهنا العقوبة تكون من 15 سنة سجنا إلى 20 سنة سجن. ثالثا إذا ما تعرض الضحية إلى أذى أو أصيب بعاهة مستديمة أو اختطف لاستعماله كرهينة أو اختطف لطلب فدية، فهنا العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد. أما إذا انجر عن عملية الاختطاف وفاة الشخص المخطوف فالعقوبة تكون الإعدام. وهنا طبعا في حالة ما إذا كان الشخص المختطف بالغا، لأن القانون هذا يفرق أو يميز بين حالة الضحية وهي بالغة وحالة الضحية وهي طفل. وفي القانون الجزائري يعتبر طفلا من لم يبلغ سن 18 سنة كاملة. هذه الحالات اللي سردتها كلها تتعلق بحالة المخطوف وهو شخص بالغ. أما إذا كان الشخص المخطوف طفلا فهنا المشرع
ذكر عقوبتين، أو القانون، مشروع القانون ذكر عقوبتين فقط، وهما السجن المؤبد والإعدام. السجن المؤبد والإعدام. نعم. هذا يدفعنا للحديث سيد الوزير، وزير العدل حافظ الأختام، إلى الخصوصيات التي انفرد بها هذا النص القانوني. عندما نتحدث عن الإجراءات الواردة في هذا النص القانوني بما في ذلك، عندما نتحدث عن دور المجتمع، وأنت أسلفت الحديث عن مختلف الأطراف الفاعلين لمحاربة هذه الظاهرة من باب الحماية، نتحدث الآن الجانب الردعي، خصوصية هذا النص القانوني، فعاليات المجتمع المدني والمجتمع المدني، التأسيس كطرف نعم مدني. نعم نعم، حقيقة بما أن النص هذا جاء خصيصا لمعالجة ظاهرة الاختطاف، فلابد أن ينفرد بخصوصيات. أولها، في هذه النوع من الجرائم يحق للنيابة العامة أن تحرك الدعوى العمومية تلقائيا ولو في غياب شكوى. ثانية، يحق للجمعيات وللهيئات الناشطة في مجال حقوق الإنسان أن تقدم شكوى أمام الجهات القضائية، وأن تتأسس كطرف مدني وتطالب بالتعويض. هنا نبين ونوضح تعويض. تطالب بالتعويض، نعم، نبين ونوضح أن التعويض المطالب به ليس التعويض الذي يحكم به لصالح الضحية أو لأقارب الضحية، وإنما إذا يحكم به لصالح ممثل المجتمع المدني، ممثل الجمعية أو الهيئة. نعم. ثالثا، الشيء الذي يميز هذا النص هو أنه مرتكبي هذا النوع من الجرائم لا يستفيدون من ظروف التخفيف، أي القاضي عندما يحكم على الشخص لا يفيده بظروف التخفيف. ثالثا، يطبق في الجرائم الاختطاف ما يسمى بالفترة الأمنية. ما معنى الفترة الأمنية؟ أي المحكوم عليه يحرم من ما يسمى بتكييف العقوبة، أي لا يحق له أن يستفيد من رخصة الخروج، من الحرية النصفية، من الوضع في ورشة خارجية أو في البيئة المفتوحة، أو بالاستفادة من الإفراج المشروط. باختصار، يقضي العقوبة كلها في الوسط المغلق. وباختصار أيضا سيد الوزير، الاختطاف هو طبعا من الجرائم المتعددة التي تشهدها المجتمعات، المجتمع الجزائري ليس مستثنى في هذا. ما هي الجهود المبذولة لمكافحة مختلف أشكال العنف بما في ذلك عصابات الأحياء؟ نعم، شكرا على هذا السؤال. في الحقيقة كثر الكلام في الآونة الأخيرة عن ما فعلته الدولة وما كان عليها أن تفعله في محاربة ظاهرة تفشي العنف في المجتمع. الحكومة الحالية عندها 7 أشهر عمل فقط، وفي خلال 7 أشهر هذه بادرنا بعدة نصوص لمواجهة الظاهرة العنف وتفشي العنف. بداية من سن قانون لحماية الأطباء، وكلكم تتذكروا ما كان مسلط على الأطباء من عنف، واليوم كانت ظاهرة أن تنتفي. اليوم وأنا أتكلم عن دراية، فالجهات القضائية نادراً ما تخطر بهذا النوع من القضايا. ثانية، بادرنا بقانون لمواجهة أو لمحاربة ما يسمى بعصابة الأحياء. اليوم عندي أرقام نقدر نقول لك أن الجهات القضائية إلى غاية اليوم منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى اليوم تابعت الجهات القضائية على المستوى الوطني 108 أشخاص، وتم إصدار عقوبات ضدهم تتراوح من 5 سنوات إلى 8 سنوات حبس. نظن هنا نقول أنه ما فيش جهد، لا، هذا لما ينكره إلا جاحد. هنالك جهد مبذول من قبل السلطات العمومية لمواجهة كل ظواهر العنف التي تفشت في مجتمعنا مع كل أسف. وسلامة الأشخاص والممتلكات أولى الأولويات. شكرا جزيلا لك وزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زغماتي على هذه المعطيات فيما يتعلق بملف الاختطاف أو ظاهرة الاختطاف وسبل التصدي لها من خلال المنظومة التشريعية والقانونية. شكرا جزيلا. شكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا. نشرتنا مستمرة. أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان خلال لقاء تشاوري مع فعاليات المجتمع المدني لولاية غرداي، أكد أن الجمعيات والمجتمع المدني حجر الزاوية للديمقراطية التشاركية نايلة حليفة.
تأطير الجمعيات وهيكلتها لتصبح شريكا فاعلا في المجتمع المدني هو الهدف من اللقاء الجمعوي الذي جمع مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه بن رمضان بالجمعيات الناشطة بولاية غردايا، حيث استمع إلى انشغالاتهم وكذا مقترحاتهم. تفكير الجمعوي يجب أن يكون جماعي لتكون نتائجا مثمرة بإذن الله. كمقترح أتمنى أن يكون فيه صندوق خاص للجمعيات النشطة ولديها برامج يعني تحقق استراتيجية الدولة في مرافقة المجتمع المدني. فتح منصة رقمية للمجتمع المدني وللفاعلين في الحركة الجمعوية، وتكون منصة رقمية مباشرة مع السلطات المعنية. إشراك الحركة الجمعوية باستراتيجية ومنهجية جديدة هو هدف آخر وأساسي في الجزائر الجديدة. وغردايا تمتاز أيضا بثراء التجارب والتكوين أيضا نتيجة الاحتكاك ما بين الجمعيات ونتيجة تنظيم العمل الجمعوي في هذه الولاية، هذا يفيد أيضا كثير. لكن ما هو السبيل باش ننظم أكثر ونتهيكل أكثر باش يكون عملنا أكثر تنظيم؟ لكن هيكلة وتنظيم للمجتمع المدني من طرف المجتمع المدني. المادة 213 التي أنشأت هيئة عليا لدى السيد رئيس الجمهورية وهي المرصد الوطني للمجتمع المدني، واللي من بين أدواره ترقية دور المجتمع المدني. هذا إخواني آلية قانونية في أهم وثيقة قانونية للأمة. إن أسس التغيير التي يريدها الشعب الجزائري سيلمسها في الفاتح من نوفمبر يوم الاستفتاء لتعديل الدستور. وقف المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية المكلف بمناطق الظل إبراهيم مراد وقف عند الظروف المعيشية للسكان بالمناطق الحدودية لولاية الطارف واستمع لانشغالاتهم عن كثب. سعيد بلعس. جولة ماراثونية للمكلف بمهمة لدى رئيس الجمهورية لمتابعة مناطق الظل السيد إبراهيم مراد قادته إلى مناطق الظل بولايات شرق البلاد، كانت آخر محطاتها ولاية الطارف، والغرض تجسيد سياسة رئيس الجمهورية في رفع الغبن عن المواطن بهذه المناطق لأجل حياة كريمة، مع العلم أن رقم 141 هو عدد مناطق الظل بالطرف. في زيارة ليلية حط إبراهيم مراد الرحالة بمنطقة الظل قرون عائشة الحدودية ببلدية وادي الزيتون والتي تبعد عن الحدود التونسية ب 800 متر، حيث عاين فتح مسلك الطريق الغابي وتهيئة الطريق الجبلي وإنجاز الإنارة العمومية. نحن نطلب منكم والشقوة تاع المستشار تاع رئيس الجمهورية يشوف لنا بعين الاعتبار ورحبوا به كي جانا، والحمد لله انه جانا وصلنا وبارك الله فيه. الغاز توصلت هنا نشرو فيها ب 50 و 60 الف، انا قرعه غاز هنا. نحن قدمنا بامر من السيد رئيس الجمهورية لنطلع على اوضاع المواطنين اللي راهم يعيشوا هذه الحياة. الشيء اللي راك تقول فيه والشيء اللي رانا لاحظناه مزري للغايه حقيقه الان، وكل هذه الحاجات راهي مسجله. بمنطقه الظل ام الحصان استمع السيد ابراهيم مراد لانشغالات المواطنين حول مشكل تزود بالمياه الشروب، وفي جلسة عمل مع السلطات المحلية أكد على تجسيد مشروع الرئيس بتنمية مناطق الظل لإحداث التوازن الاجتماعي والقطيعة مع الماضي. ومن صور بداية تجسيد هذا المشروع الوقوف بمنطقة الظل صنهاجة على الأشغال الجارية لتأهيل الطريق الجبلي الذي سيربط السكان بالطريق الوطني لفك العزلة وتقريب المسافات. الحمد لله، والسياسة هذه التي نص عليها السيد رئيس الجمهورية التي أقرها والتي ألزمنا نحن بمتابعتها بتجسيدها ميدانيا، ولات كنا على مستوى الولايات الأقاليم أو هذه اللجنة التي أحدثها على مستوى لا لشيء فقط لتجوب القطر الوطني شرقا وغربا جنوبا وشمالا لتقف عند كل منطقة نائية. وضمن جهود رفع الغبن عن الساكنة بمناطق الظل استفادت أزيد من 2500 عائلة بلدية فناية بولاية بجاية استفادت من الربط بشبكة غاز المدينة، يقول زاهر بطاش. هي فرحة واحدة من العائلات التي استفادت من الغاز الطبيعي ببلدية فناية. توفر هذه المادة الحيوية من شأنه أن يحسن الإطار المعيشي لساكنة القرى والمداشر بهذه المنطقة. دي صغارن، نشعر يزيش.
وما تراتا الحمد لله راح داوني بركه ربكويت ولا نشتاوي غنداني تلي ودفل دونك الغاشي مساكي في بوصان باش تمات الحق هذه الحق ديالو ثقرات الغاز ثورة الحمد لله وعدونا والحمد لله وفوا بالوعد تاعهم الحمد لله. مشكل الاعتراض الذي كانت تعاني منه هذه المشاريع اليوم أصبح من الماضي، وهذا بفضل قنوات الحوار التي فتحت بين السلطات المحلية والمواطنين. قدمنا يعني تقدم كبير فيما يخص يعني المشاريع اللي كانت متوقفة والمشاريع اللي كانت تعرف يعني اعتراضات كبيرة والمواطنين للمشاكل التقنية، كل هذه الأمور يعني وجدناها تجاوزناها ولقينا لها الحلول. اليوم رانا في بلدية فنايا المتن وين اليوم كانت البلدية يعني صفر يعني إيصال، اليوم راهي 100% حوالي 2500 يعني فوي عائلة اللي استفادت اليوم من الغاز الطبيعي. هذا المشروع يأتي في إطار رفع الغبن عن منطقة من مناطق الظل في انتظار استكمال المشاريع بالقرى الأخرى لتنعم ساكنتها بشتاء دافئ. أشرف اليوم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحيم رفقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار أشرف على مراسم انطلاق دورة تكوينية مختصة في مجال الكشف عن الأخبار الكاذبة لفائدة صحفيي مختلف المؤسسات الإعلامية، وهي الدورة التي تدوم 5 أيام بالشراكة مع ألفا بي ممثل شركة جوجل، تهدف إلى تقديم تكوين نوعي للصحفيين من أجل محاربة الأخبار الزائفة والتحقق منها، حيث أكد وزير الاتصال أننا أمام عدة تحديات عديدة من أجل التأطير القانوني للمواقع الإلكترونية والشبكة الاجتماعية. التحدي الأول هو لازم ننجح في عملية الانتقال إلى من الصحف الورقية إلى مواقع إلكترونية. التحدي الثاني مربوط أو متعلق بإنتاج مضمون وطني قوي على الشبكة السيبريالية، وهو موضوع سيادي أساسي وحساس اليوم لازم نتفطن له بقوة. اهتمام أو تحدي ثالث أظن هو قمع الأخبار الغالطة أو الفيك نيوز كما يقولوا، وأخطر من ذلك للديب فاكس يعني تركيبات الصوت والصور. تكوين حول موضوع تقصي المعلومات المغلوطة المنظم بمشاركة الشركة العالمية ألفا بي ممثل شركة جوجل، هذه سابقة يعني في المنطقة. احنا كما كان تكوين اول لأسرة الاعلام فيما يخص مصطلحات التقنيه تكنولوجيا الاعلام والاتصال، احنا التزمنا معكم باش نرافقوكم ونرافقوا أسرة الاعلام، هذا تكوين مختص في تقنيه تقص المعلومات. كشف اليوم وزير التربية الوطنية محمد وجعوط أن كل مترشح تحصل على معدل 9 من 20 في امتحان شهادة البكالوريا يعد ناجحا، وأن النتائج النهائية سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل حال الانتهاء من المداولات. وتتويجا للترتيبات المتخذة تقرر تتمة أحكام القرار رقم 25 المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي المعدل بالمادة 23 مكرر التي بمقتضاها يعد ناجحا استثناء في امتحان بكالوريا التعليم الثانوي دورة 2020 كل مترشح تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 9 من 20. أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن خالص شكري وامتناني لكل الذين ساهموا في إنجاح تنظيم الامتحانات المدرسية. أعلن اليوم وزير الموارد المائية رزقي براقي لدى إشرافه على يوم دراسي حول الإصلاح المؤسساتي والتنظيمي لقطاع الموارد المائية عن إعادة النظر في القانون الخاص بالماء للتكيف مع التطورات الحاصلة في المجال الاقتصادي والفلاحي وكذا التغيرات المناخية والبيئية. اليوم الدراسي الذي شارك فيه فاعلون في قطاع الموارد المائية يهدف إلى الحفاظ على الماء باعتباره مادة حيوية والبحث عن أنجع السبل لترشيد النفقات العمومية. عندنا هدف واحد حاليا وشغل واحد هو تحسين الخدمة العمومية، وهذا التغيير تاع القانون هو تغيير
يعني اوبليغاتوار اجباري، لان الوضعيه تغيرت، المناخ عبر العالم تغير، مام السياسه تاع الدوله راهي تغيرت وموجهه اكثر الى الخدمه العموميه والتكفل بالمواطن. خلال زيارة تفقدية لولاية وهران، أشرفت وزيرة البيئة نصيرة بن حراث على تدشين الحفرة الثالثة لمركز الردم التقني بحاسب نيف بسعة 2,000,000 طن من النفايات المنزلية، كما وضعت حيز الخدمة دار البيئة التي أشرفت فيها على انطلاق الدورة التكوينية للصحفيين والمراسلين في مجالات البيئة. خضر شيكر. ما يقارب 3 طن هي كمية النفايات المسترجعة يوميا من المركز الحضري للفرز الانتقائي للنفايات بالمدينة الجديدة بوهران، والذي كان محل زيارة وزيرة البيئة نصيرة بن حراث التي أشرفت بالمناسبة على وضع حيز الخدمة الحفرة الثالثة بمركز الردم التقني بحاسب نيف بسعة 2,000,000 طن. على مستوى مركز الردم التقني في حاسب نيف اللي دشنا الخندق التالي الثالث وباقي له عنده القدره تاع يزيد 3 خنادق واحده اخرى، والمهم هو باش نشوفوا يعني ماشي غير دفن النفايات بل رسكلتها. دار البيئه هي الاخرى دخلت الخدمه باحتضان اول دوره تكوينيه لفائده الصحفيين والمراسلين لمختلف الهياكل الاعلاميه. إن الهدف من إعداد هذا البرنامج هو تكوين شبكة من الصحفيين والمراسلين المختصين في المجال البيئي من خلال تكوين 700 صحفي وإعلامي من مختلف المؤسسات الإعلامية في المجال البيئي عبر مختلف ولاية الوطن، وهذا التكوين يكون على عاتق وزارة البيئة. السيدة الوزيرة أعطت من ميناء وهران إشارة انطلاق السفينة الشراعية لجمعية البيئة البحرية بربروس الخاصة بالأبحاث العلمية بالوسط البحري. نعرج على الأغواط، فمنها ألح الوزير المتدبر المكلف بالبيئة الصحراوية حمزة آل سيد الشيخ على ضرورة تحفيز الشباب لولوج علامة الاستثمار في المجال البيئي وتشجيع المنتج الوطني وتسويقه إلى دول الجوار. المراسلة لفاطمة الزهراء بن عرفة. بمنطقة برج النيلي عاين الوزير موقع تجميع زيوت الأسكاريل، هذه المادة السامة التي تشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان والبيئة. نحلها بطريقة علمية بحيث تحمي نحمو هذه المنطقة من هذا التلوث ونحمو الإنسان بالدرجة الأولى، لأن البيئة الغاية من الحفاظ على البيئة هو حفاظ على صحة المواطن وحفاظ على الحيوانات والتنوع البيولوجي اللي موجود فيه. دعم وتحفيز الشباب لولوج عالم الاستثمار باستحداث مؤسسات ناشئة في المجال البيئي وكذا تشجيع المنتوج الوطني وتسويقه خارج البلاد هو ما أكد عليه الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية. هذو هما المؤسسات اللي لازم نلتف حولهم ونشجعوهم ونسوقوهم. السوق الوطني راح يكبر جداً وراح نتوجه نحو إفريقيا إن شاء الله. الوزير اطلع على بعض الوحدات المتعلقة بالقطاع البيئي كوحدة رسكلة البطاريات بالمنطقة الصناعية بوشاكر، وكذا وحدة معالجة الزيوت الصناعية بمؤسسة سوناتراك بحسرمل، كما عين كذلك مركز الردم التقني ببلدية بن نصر بن شهرة. من أجل تنظيم سوق اللحوم في الجزائر وحفاظا على الثروة الحيوانية، دقت الجمعية الوطنية المربية المواشي ناقوس الخطر بسبب سماسرة سوق الأعلاف. يوسف طافر بحث في الموضوع وعد الروبورتاج التالي. الجمعية الوطنية لمربي المواشي عبر ممثليها في عديد ولايات الوطن تعمل على مواجهة خطر نقص الأعلاف وقلة مساحة الرعي وشح أمطار السنة الماضية، وهذا بلسان أعضائها. محتاجين للعلف، محتاجين للدواء، محتاجين للأرض وين الدور نحطوها ما تهداناش الناس، راه البر راه مسكر. والقلم راه في أخر درجة راه في الروج خلاص راحت. إلا ما كانش ربي يحميها وبعد ربي الدولة أم الجميع ما تخليش هالثروة تضيع. احنا رانا نشوفوا أولا يحبسوا لنا العلف 6 أشهر في السنة. والنعجه يعطوها 300 غرام تدي مره، الخروف ما يديش، الكبش ما يديش، هذا راه اقتصاد وطني. احنا ماذا بينا نطلبوا من رئيس الجمهوريه والوزاره نتاعنا الوزاره الوصيه علينا نطلبوا باللي هذا الثروه يعطوها اهتمام كبير ونديروا برنامج لها، لان هذا الثروه اللي باقيه بعد البترول. وللوصايه راي في الموضوع.
يكون فيها محيطات لإنتاج الأعلاف للأغنام تاعهم. هذه ما يخفاكش باللي احنا ولاية اللي رانا في الرتبة الأولى في مجال تربية الأغنام، ولهذا الطابع الأساسي انت هذا الولاية ما راحينش نوضروه إن شاء الله، راح نحافظوا عليه وراح نحافظوا إن شاء الله على الثروة الحيوانية هذه اللي رانا نقدرها بأكثر من 4 ملايين رأس غنم. التحدي الأكبر للجمعية التحكم في سعر الأعلاف ومعادلة ضبط أسعار اللحوم الحمراء ومضاعفة أعداد رؤوس المشية واستهلاك لحوم جزائرية طازجة. هذا إذن عن سوق الأعلاف والصحة الحيوانية. أكد اليوم الوزير والمنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات إسماعيل مصباح خلال لقاء نظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للصحة العقلية، أكد أن توفير العلاج في مجال الصحة العقلية عرف خلال السنوات الأخيرة تحسنا واضحا، وأن السياسات المعتمدة في الجزائر في هذا المجال جعلت من الممكن تسجيل تقدم كبير في تطوير الهياكل وتعزيز قدراتها على الاستقبال وتكوين الموارد البشرية المؤهلة وتوفر الأدوية وإعداد الإطار القانوني والتنظيمي الهادف إلى الحفاظ على حقوق المرضى. صدقت أيضا الجزائر على مخطط العمل لمنظمة الصحة العالمية لأجل الصحة العقلية لفترة 2013-2020. في مجال الصحة العقلية مكنت السياسة المعتمدة للجزائر من احتراز تقدم معتبر في تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات وتكوين الموارد البشرية المؤهلة وتوفير الأدوية ووضع إطار قانوني وتنظيمي. بعدما وعد وزير الصحة وسكان إصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد إثر زيارته إلى ولاية أضرار بتكفل بالرضيع مصطفى المصاب بتشوه خلقي، مصطفى حاليا بمستشفى شرشال رفقة عائلته حيث يتم التكفل بحالته. المزيد مع عبد الرزاق رمضان. مصطفى ذو 4 أشهر يصل رفقة والديه إلى مستشفى جراحة الأعصاب بشرشال قادما من أضرار للتكفل بحالته المتمثلة في تشوه خلقي على مستوى الرأس. أنا فرحة باللي جينا لهنايا، وإن شاء الله وليدي إن شاء الله يبرى، إن شاء الله يرجع كيف وكيف العيل كاع. نشكر الوزير ونشكر الوالي على هذه المبادرة اللي قام بها، ونشكر كاع الناس نتاعنا اللي راهم معانا دركا، كاع الطاقم الطبي اللي هنايا إن شاء الله. سيقوم الطاقم الطبي تحت إشراف الأستاذ بوعيطة بتكفل به شخصيا من أجل أعطائه كل العلاج المناسب لهذه الحالة. فور وصول الرضيع طاقم متخصص في جراحة الأعصاب يبدأ العمل بإجراء الكشوفات وتشخيص حالة مصطفى. المريض لديه تشوه خلقي بفعل استسقاء الرأس الناتج عن التهاب السحايا. شخصنا الوضع وسنتكفل به بالعلاج وبالجراح. دعوة ورجاء أن يعود مصطفى إلى تمنطيط بأضرار سالما معافى. اللهم آمين. شفى الله مصطفى وكافة المرضى. وعن وتيرة الإصابة بكوفيد-19 عرض اليوم الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا دكتور جمال فرار المستجدات بالأرقام والمؤشرات. مع تسجيل 132 حالة يصبح المعدل خلال 24 ساعة الأخيرة أقل من حالة لكل 100,000 نسمة، علما أن 29 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة. 15 ولاية سجلت ما بين حالة لتسع حالات، وفقط 4 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة عددها 6 وفيات جديدة رحمهم الله. فيما يخص الحالات التي خضعت لاستشفاء خلال 24 ساعة الماضية عددهم 160 مريض. أما الحالات التي تماثلت للشفاء طبقا للمعايير المعتمدة عددهم إلى حد اليوم 37,274، منهم 104 تماثلوا للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. ما يخص الاستشفاء عندنا حاليا على مستوى المستشفيات عبر الوطن 28 مريض في العناية المركزة.
تحت شعار نوفمبر 54 تحرير نوفمبر 2020 التغيير، تتواصل اليوم الخامس على التوالي الحملة الاستفتائية لموعد الفاتح نوفمبر حول مشروع تعديل الدستور التي ينشطها أعضاء من الطاقم الحكومي وجمعيات وطنية وأحزاب وشخصيات سياسية لشرح وتبسيط مضامين التعديل الدستوري ودعوة المواطنين إلى المشاركة القوية في استفتاء الفاتح نوفمبر. في لقاء تحسيسي مع ممثلي الجمعيات الناشطة في مجال البيئة بوهران، ثمنت وزيرة البيئة ناصرة بن حراث مشروع تعديل الدستور والأهمية الكبيرة التي أولاها لهذا القطاع. خضراء شيكر. من وهران أكدت وزيرة البيئة ناصرة بن حراث على الأهمية التي يوليها مشروع تعديل الدستور للبيئة بتفعيل دور المجتمع المدني في تسيير الشؤون العمومية من خلال جملة من الآليات. أنتم من سيكون له الدور الكبير في الحفاظ على هذه القيم المهمة التي أعطيت للبيئة، والدور الكبير في بناء الجزائر الجديدة رفقة بقية الجمعيات، وقد أكد على ذلك السيد رئيس الجمهورية في كل خطاباته بأن المجتمع المدني يجب أن يلعب دوره الحقيقي في التسيير العمومي، وهذا ما جاء به دستور 2020 في أكثر من 15 مادة تتحدث عن المجتمع المدني والجمعيات وأدوارها. إن من أهم ما جاء به الدستور الجديد هو توفير الآليات التي من خلالها يتم تجسيد دور ومكانة الجمعيات من خلال استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني، وهو آلية مهمة جداً ستسمح لكم بالولوج في تسيير الشؤون العامة للبلاد. التأكيد على تسهيل تأسيس الجمعيات وضمانه بمجرد التصريح بعيداً عن التعقيدات الإدارية والبيروقراطية. وفي الأخير دعت الوزيرة إلى ضرورة التصويت لمشروع تعديل الدستور باعتباره محطة هامة لازدهار البلاد والمضي نحو جزائر جديدة. أشرف القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائري عبد الرحمن حمزاوي بدار الثقافة لسيدي بالعباس على أشغال المنتدى الولائي للمجتمع المدني حول مشروع تعديل الدستور. مختار مذكور. وصف القائد العام للكشافة الإسلامية عبد الرحمن حمزاوي مسار التعديل الدستوري بالهام والذي سيسهم في استكمال مسار الإصلاحات. عبد الرحمن حمزاوي وخلال أشغال المنتدى الولائي للمجتمع المدني المنظم بولاية سيدي بالعباس نوه بترقية دور المجتمع المدني كشريك فعال إلى جانب مؤسسات الجمهورية. واليوم نرى في هذا الدستور بأنه فيه العديد من الإيجابيات في العديد من المجالات، سواء في تحقيق توازن والتكامل بين السلطات، سواء في منح مساحة أكبر في الحريات الفردية والجماعية، فيه أيضا فتح للإعلام ومنحه أيضا مساحة أكبر للحرية والتعبير عن الرأي، فيه أيضا إعطاء مكانة مرموقة ومكانة لائقة للمجتمع المدني والحركة الجمعوية والشباب، بما يؤهل المجتمع المدني والشباب للقيام بدور أكبر في الجزائر الجديدة. احنا اليوم امامنا تحديات كبيره، الامر ليس بالهين كما يعتقد الكثير، لانه اعداء الجزائر يتربصون في مثل هذه المحطات، يريدون ان يصطادوا في المياه العكره، فلابد ان نكون يقظين ولابد ان نكون واعين، لابد ان ناخذ معلوماتنا ونحكم على كل ما يقدم لنا، واهم شيء وثيقه الدستور ليس من مواقع التواصل الاجتماعي، لانه اليوم فيه شبكات كثيره تسعى الى تشويش الجزائريين وتريد ان تضرب الاستقرار الوطني. تحييد المجتمع المدني عن كل فساد سياسي او مالي مبدا تكفله القوانين في الجزائر اليوم. اعلنت حركه البناء الوطني عن موقفها الايجابي من التعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر، داعيه الجزائريين الى التصويت لصالح المشروع حمايه لمسار التحول الوطني. رئيس الحركة عبد القادر بن جرينا دعا الجزائريين إلى المشاركة الواسعة في الاستفتاء لتثبيت الشرعية الشعبية وحماية مكاسب الحراك وفرض احترام إرادة المواطنين على الجميع. مجلس شورى حركة البناء الوطني يعلن وبكل مسؤولية للشعب الجزائري دعوة الجزائريين إلى المشاركة الواسعة في الاستفتاء لتثبيت الشرعية الشعبية وحماية مكتسبات الحراك وفرض احترام إرادة المواطنين جميعا. ثالثا، تعلن الحركة عن موقفها الإيجابي من الدستور وتدعو الشعب الجزائري إلى التصويت عليه بنعم،
على مشروع هذا التعديل حماية لمسار التحول الوطني في ظل استمرار الدولة الوطنية والوفاء للشهداء وتثبيت المشروع الوطني النوفمبري في الدولة والمجتمع. رابعاً، الحرص على استدراك التحفظات والمخاوف التي عبرت عنها الساحة الوطنية أثناء وضع القوانين العضوية القادمة، آخذين بعين الاعتبار بمبدأ خذ وطالب، لأن رفض مشروع الدستور هذا معناه هو العودة لدستور 2016. دعا اليوم رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام في بيان عقب اجتماع المجلس الوطني للجبهة دعا المناضلين والشعب الجزائري للتجند الجماعي والمكثف لإنجاح عملية الاستفتاء من أجل الجزائر الجديدة. بن عبد السلام أكد على أهمية تعديل الدستور في إعادة بناء مؤسسات الدولة التي يجب أن تعززها الإرادة الشعبية الحرة والسيدة. في محطاتنا الدولية، أثار المكتب الدولي من أجل احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مجددا ظاهرة الاختطاف القسري التي ما تزال بعض العائلات الصحراوية تعاني منها منذ اختطاف بعض أفرادها عقب اجتياح الجيش المغربي للصحراء الغربية سنة 75-901 عقب انسحاب الاستعمار الإسباني. جاء ذلك خلال تخليد المنظمة السويسرية لضحايا الاختفاء القسري الذكرى 20 لتأسيسها، حيث خصص المكتب الدولي من أجل احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية رواقه لعرض شهادات لضحايا الاختفاء القسري في الصحراء الغربية، وكذا بعض المطويات التي تعكس حجم معاناة الضحايا جراء التعذيب الذي عانوا منه خلال فترات الاحتجاز القسري في المخابئ السرية المغربية. عبر العالم، أرقام مهولة تسجلها جائحة كوفيد-19، حيث تجاوز عدد الإصابات 10 ملايين في أمريكا اللاتينية وحدها، فيما تشهد أوروبا أرقاما متصاعدة لم تشهدها منذ بداية الجائحة. التقرير من توقيع خالد ذهبي. إغلاق وأحكام للسيطرة بعد اشتداد عود الفيروس من بعد انحسار، أرقام قياسية لأعداد المصابين بكوفيد-19. فالقارة العجوز تحبس الأنفاس جراء عدوى تسريك النار في الهشيم. فرنسا سجلت رقما غير مسبوق فاق 26 ألف إصابة خلال 24 ساعة فقط. أما روسيا فأحصت أكثر من 13 ألف مصاب خلال الفترة نفسها. وبشكل عاجل، قيود جديدة ستفرضها بريطانيا، ألمانيا، بولندا وغيرها. وضع صحي يثقل كاهله فصل خريفي بما يحمل من انخفاض في الحرارة وانتشار سريع للإنفلونزا والزكام، جعل المراكز الصحية تتأهب لأقصى الدرجات في انتظار لقاح ما زالت أكثر من نسخة منه قيد التجريب. فيما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات المتاحة في المرحلة الأولى لن تصل إلى الجميع، فالأولوية للمسنين والعاملين الصحيين ومن لديهم ظروف صحية خاصة. الأخبار، المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يواصل جاهزيته لمباراته التحضيرية الودية الثانية أمام نظيره المكسيكي بمدينة لاي الهولندية. وخصص الناخب الوطني جمال بالماضي في اليوم الثاني المعسكر الفترة الصباحية لجاي حصة تابع فيها اللاعبون منافسهم المكسيكي عن طريق الفيديو. أما الحصة المسائية التي تشاهدون جانبا منها في صور حصرية للتلفزيون الجزائري قد شارك فيها كل اللاعبين، حيث كان تركيز الناخب الوطني على الجانب التكتيكي ورسم الخطة التي سيعتمد عليها أمام المنتخب المكسيكي. مباراة الجزائر المكسيك مقرر هذا الثلاثاء على الساعة 8 بتوقيت الجزائر المحلي، وثلاثي التحكيم سيكون هولنديا. لا شيء يحافظ على روح الفوز كالحفاظ على وتيرة الانتصارات المتواصلة. مواجهة نيجيريا الودية سجل من خلالها الناخب الوطني جمال بالماضي أطول سلسلة من اللا هزيمة في تاريخ المنتخب، يقول المنضم إلينا وليد فرحاني. لا شيء جديد، بالماضي وصل هيمنته على مختلف المنتخبات التي جابهها منذ استلامه العريضة الفنية للنخبة الوطنية ببلوغه اللقاء 19 دون هزيمة تذكر. فما بعد كورونا لم يختلف عن ما قبلها، وثقافة الانتصارات تتواصل مهما كان حجم الغيابات. الخضر تحت قيادة بالماضي ذاقوا حلاوة الانتصار في 16 مناسبة مقابل 3 تعادلات، أما الخسارة الوحيدة التي تكبدها كانت ضد السناجب البنينية
ضمن تصفية كان 2019. هجوم الخضر دك حصون منافسيه في 36 مناسبة، بينما استقبل خط الدفاع 9 أهداف فقط. أما أكبر انتصار حققه ربان سفينة المحاربين فكان ضد منتخب الرصاصات النحاسية زامبيا في التصفية المؤهلة لكان 2021. بخطوات واثقة يسير جمال بلماضي لتدوين تاريخ جديد بمعية أشباله، فبعد كسر الرقم الذي كان بحوزة المدرب المرحوم عبد الحميد كرمالي ب16 مباراة دون هزيمة، يطمح لبلوغ رقم رهيب يصعب تحطيمه مستقبلا. نتفائل بموعد الثلاثاء إلى أبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب شؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جايتشي، وبحث فرص ترقية التعاون الثنائي في صلب اللقاء. رئيس الجمهورية يؤكد أن التغيير المنشود يستمد قوته من أصالة الشعب وثوابته ومرتكزاته، مبرزا أن تسكية مشروع تعديل الدستور ستمكن من وضع أسس الجزائر الجديدة. في ثالث زيارة له أمس إلى مقر وزارة الدفاع الوطني. جلاء 4 مصابين جراء حادث تسرب الغاز بالبيض على متن مروحيتي للحماية المدنية نحو العاصمة. ووزير الداخلية يسدي تعليمات للتكفل بالعائلات المتضررة ويأمر بفتح تحقيق فوري لتحديد الأسباب والمسؤوليات. ظاهرة الاختطاف بين تنامي الجريمة والإرادة القوية للدولة في تسليط أقصى العقوبات على هذا النوع من الجرائم. وزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زغماتي كان ضيف نشاطنا الرئيس. ضرورة هيكلة الجمعيات الفاعلة وإشراكها في بناء الجزائر الجديدة ضمن لقاء التشاوري لمستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجارية الوطنية بالخارج مع فعاليات المجتمع المدني لغردايا. وفي اليوم الخامس من الحملة الاستفتائية تثمين لمضامين الوثيقة ودعوة للمشاركة بقوة في هذا الموعد الهام. الموعد الإخباري الهام بعد قليل مع أسمهان مومني التي انضمت للاستوديو لتقدم لكم النشرة الخاصة بمشروع تعديل الدستوري رفقة فريق الأخبار. إلى اللقاء.